كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ألا بالنسبة للفيلم فهي الفكرة كيف ما لاحظتوا من خلال الإشهار أن الوزارة الإشهارية أنك تتكلم على عندما يغلق باب الحوار، وهذا الشيء هو اللي تنعاني منه هنا في المغرب، أن حوار ما بين الحكومة والشعب، ما بين المسؤول والشعب، ما بين الموظف والمواطن. يعني ملي كيتسد الباب ديال الحوار تيوقعوا أشياء، وممكن تقع أشياء اللي هي خيبة جدا ويكونوا لا تحمد عقباها. فاحنا هذه الفكرة دائما كانت في دماغي، وهذه القضية ديال العنوان باش قبل ما نهضر على التيمة ديال الفيلم يعني ونهضر على الملخص ديال الفيلم، يعني كانت الكلمة كبيرة قالها ملك كبير اللي هو الحسن الثاني الله يرحمه، قال كبرات صغار، وكانت كلمة مشهورة. وحنا في الجابون ماروكان دائما تنقولوا وكبرات صغار اش غيبقى يوقع، يعني الانسان بعض الاحيان تيخصو يدق البيبان، تيخصو ينوض، تيخصو يدافع على حقه. فالحق ما تيتخاطش غير باش الحق تيتخاط، خصك تطالب وخصك تجري وراه. وكيقول واحد المثل كتعرفوه، ما ضاع حق وراء او طالب، يعني لما تيش دافعتي على راسك وما دويتيش وما هضرتيش. الا انه في بعض الاحيان ملي كتكون لا ديمارش يعني باش غادي تمشي تطالب بالحق ديالك، تتكون ماشي في محلها، ما كتكونش يعني مقاده، ما كتكونش مصوم، ما كتكونش بنيه صافيه. هذاك المتلقي اللي كيتسناك في بيته هو ما باغيش يشوفك، ما باغيش يتكلم معاك، بالعاني سد الباب ديالو، فبطبيعه الحال كتنقلب الى حاجه اخرى وكتولي مصيبه عظمى. وهذا الشيء اللي هضرنا عليه في الفيلم، يعني ناضت ان مجموعه ديال الناس عايشين في واحد الكاريان، وهي حقيقه هذه، وهذه 3 ايام ولا 4 ايام شعلات العافيه في هذه الكاريان. ربما راه الصور عندنا، ربما راه في راسكم، اللي هو كاريان رحامنا واللي كانوا غيمشيو فيه اطفال، لان الضوء داك يطرطق وضرب سميتو. يعني ناس عايشين في واحد لا سيتوياسيون، الا كانت فينا شويه ديال تبنادميت، انا نقول لكم انا عندي كلب في الدار، ربما البراكه ديالو قسما بالله وتنقولها وقلبي يكاد يعني يخرج الدم، انه ربما مفرش ليك احسن من بعض الناس اللي شفتهم تماك. ناس عايشين في زباله بمعنى الكلمه، ما يمكنش تقولها بالعربيه لان غادي نزوقوها، لكن زباله. الوليدات كيلعبوا في زباله، ممسخين، مكرفسين، الناس بشكل الواد الحار فوق منهم، نحن كنعرفوا ان الواد الحار تحت منا وما فوق منهم، كيتفرقع عليهم. شباب لهم ثقافه عليا، لهم امكانيات، احنا عرضنا بعض الناس ولكن جاهم البعض، ما قدرناش كيفاش نجيبوهم، غادي يكونوا ان شاء الله حاضرين معنا في الندوه الصحفيه غتكون في كازا ان شاء الله يوم الاثنين، وغادي يعبروهم على مشاكلهم. يعني مني عشت معاهم واحد المده وجلست معاهم خلال لا بريباراسيون ديال الفيلم، عرفت منهم بزاف الحوايج. هما اللي كتبوا الفيلم ماشي انا، هما اللي كتبوه،